دلوقتي هنتكلم مع حضراتكم عن الاخبار اللي هتحصل النهارده باذن الله. والنهارده يعني هيتم تخريج مجموعه من شباب الاكاديميه الوطنيه للتدريب، وده هيكون في القاعه الرئيسيه من الساعه 11 ولحد الساعه 12 الظهر. كمان من ضمن فعاليات منتدى الشباب النهارده هيكون في الجلسه الختاميه واعلان توصيات منتدى شباب العالم لعام 2021، ده هيكون من الساعه 6 ولحد الساعه 7 مساء. دلوقتي كمان هيكون معانا، طيب من ضمن الاخبار اللي هتكون معانا النهارده كمان يا هدير، الحفل الختامي واطلاق مشروع النصب التذكاري لاحياء الانسانيه، وده هيكون من الساعه 7:30 لحد الساعه 9 بالليل.